مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة ومبسوطة أن أكون معكم بحصة جديدة مع درس جديد وأفكار جديدة. أكيد بدي أشجعكم كمان مرة أن تكتبوها عندكم على الدفتر بخط كتير حلو ومرتب حتى دايما تقدروا ترجعوا لها وتنتبهوا وتكونوا فهمانين كتير منيح الأشياء اللي عم تكتبوها حتى تترسخ بأذهانكم. إذا أنا هلأ اليوم سألتكم سؤال، قلت لكم برأيكم هيك من دون ما نعد، طلعوا على هول الأقلام وتقديرياً يعني جربوا قدروا كم قلم في هون، هيك يعطوني رقم برأيكم كم قلم في قدامي كلهم مع بعضهم. رح شيل المسطرة. طلعوا منيح، مثلا يمكن حدا منكم يقول 25 او مثلا 40. شو اقولكم 100؟ في 100 قلم هون، بنسميها بالانجلش estimation to estimate، يعني جرب قدر على النظر او هيك بالمنطق السريع كم عدد الاشياء الموجوده قدامي. مثلا هول الاقلام اذا انا بدي اعمل estimation بقدر بتطلع هيك من دون ما عد 1 2 3 4 5 6، لا ما بنعد، بنطلع وبنشوف بنقول تقريبيا في شي 50 قلم 50 او 47 مثلا، هيك عرفتوا كيف؟ يعني انا هلا عم بسالكم اذا طلعتوا انتم من دون ما تكونوا عم تعدون شو الرقم يلي بتقدروه، شو الرقم يلي انتم بتعطوني اياه، فكروا فيها شوي. واكيد هيدا هو الشيء اللي رح نحكي عنه اليوم، رح نجرب نقدر ورح نتعلم طريقه سهله كيف بتساعدنا انه نقدر للرقم الاقرب يكون. اوكي هلا اكثر رح اشرح لكم عن الموضوع بالفقره اللي جايه، خليكن معنا.358 is the standard form. How much is each of these digits worth? The 3 is in the hundreds place. The 5 is in the tens place. And the 8 is in the ones place. This is the expanded form. 300 plus 50 plus 8 equals 358. Taking a number and pulling out all of its digits is to make the expanded form. وهلا مثل ما وعدتكم رح نبدا بدرسنا لليوم ورح فسر لكم شيء كثير مهم على اللوح، انتبهوا منيح. اذا بتتذكروا هيدا هو مستقيم الأعداد، the number line يلي بنحط عليه الأرقام لنقدر نعمل forward counting و backward counting. رح اكتب عليه الأرقام ابتداء من 10 ل 20، يعني رح أعمل forward counting يلي هي 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، رح وقف عند 20. هيدا النمبر لاين فيه الأرقام من 10 ل 20. إذا أنا سألتكم تقريبا 16 هي أقرب ل 10 أو ل 20، شو بتقولوا؟ هي أقرب ل 10 أو أقرب ل 20؟ بنسميها nearest 10. nearest 10 يعني أي 10 هي أقرب لهالميل أو هالميل، لأن هون عندنا 1 10 وهون عندنا 2 10، بنسميها the nearest 10. إذا سألتكم مثلا 12، أي nearest 10 ل 12 هي 10 او 20، ايها اقرب؟ طلعوا فيها، شوفوها على النمبر لاين.
12 هي أقرب لتن أو لتوينتي؟ مثل ما شايفين هي أقرب لتن. بس بتعرفوا في قاعدة رول رح أعلمكم إياها هلأ، وهيدا الرول بتقول إنه كل الأرقام يلي هن بينتهوا بخمسة وتحت نزول بتكون النيرست 10 هي الأقل، وإذا كانوا فوق الخمسة من هون ورايح النيرست 10 ال10 الأقرب لإلهم بتكون الأكبر. 20 هي الأكبر و10 هي الأصغر. كل الأرقام يلي هن بينتهوا ب5 واللي أقل منهم نيرست 10 بتكون الأصغر. كل الأرقام يلي من بعد ال5 للآخر نيرست 10 بتكون الأكبر. يعني مثال على ذلك، إذا قلت لكم 15 أي هي نيرست 10 ل 15؟ أكيد ال 10 هي أقرب. ليش؟ لأنه من ال 5 ونازل النيرست 10 تبعهم هي الأصغر. بس إذا سألتكم مثلا 18 أي هي نيرست 10؟ لا 20. أوكي، رح أعطيكم مثال تاني، رح أرسم نمبر لاين تاني ورح حط هون، رح بلش من 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. بين ال 20 وال 30 هيدول ال 10s، عندي 10 هون و 10 هون، 2 10s و 3 10s. اوكي، اذا سالتكم هلا 27 اي nearest 10 لإلها، 30 او 20؟ شو بتتذكروا؟ بتتذكروا الرول، القاعده اللي علمتكم اياها، انه كل الارقام يلي هن فوق ال 25 او فوق الخمسه بينتهوا بالخمسه او اكثر، 6 7 8 9 لهنيك النيرست 10 هي الاكبر، وكل شيء من الخمسه ونازل النيرست 10 هي الاصغر. شو هي النيرست 10 تبع 21؟ 20 او 30؟ اكيد 20. شو هي نيرست 10 تبع 24؟ 20 او 30؟ اكيد 20، لانه هي بعدها تحت ال 25، تحت الخمسه الاندينج تبعولها. شو هي النيرست 10 تبع 29؟ اكيد 30، لانه هي الاقرب لها. شفتوا كيف؟ لكن هيدي القاعده لازم تكونوا حفظتوها كثير منيح لنعرف نحن نقدر، تو استيميت ذا نيرست 10، تنقدر تقديريا نقول تقريبا عندي 30 قلم. إذا كان عندي 28 قلم فيني أعمل أنا استيميشن قول 28، يعني تقريبا شي 30. إذا كان عندي 21 قلم فيني أقول أنا تقريبا 20. عرفتوا كيف نعمل استيميشن تقدير، منشوف أي هي ال 10 الأقرب، the nearest 10. هيدا هو موضوع درسنا لليوم، رح يكون في عنا تمارين جديدة بالفقرة اللي جاية، خليكن معنا. وهلا رح نتابع التمارين مع تمرين جديد على اللوح. سؤال بيقول write the nearest 10 for each number، يعني اكتب العشرة الأقرب لكل رقم. أول شغلة لازم نعملها لازم نشوف هيدا الرقم بين أي عشرتين. يعني مثلا 57 هو أكيد بين 50 وبين، شو في بعد ال 50؟ 60، يعني هو بين ال 50 وال 60. السؤال هو أية أقرب، ال 50 أو ال 60؟ نحن تعلمنا إنه كل اللي بينتهوا ب 6 و 7 و 8 و 9، يعني بأكثر من خمسة، بتكون ال 10 الأقرب هي الأكبر،
وإذا كانوا بينتهوا بخمسة أو أقل بتكون التن الأصغر هي الأقرب، يعني 57 nearest 10 لإلها هي 60. مزبوط؟ لأنه 50 كتير بعيدة عنا، هي 57 أقرب لل 60. دايماً لكن لازم نطلع ونشوف شو هن التو تنز وبعدين منقرر أيها الأقرب. 71 أكيد هي بين تو تنز، هن 70 و80. مزبوط؟ بين ال 70 وال 80، بين ال 70 وال 80، بس هي 71. تذكروا إذا كانوا الأرقام تحت الخمسة يعني nearest 10 هي الأصغر، يعني 70 مش 80 لأنه 80 هي أكبر. 70 لكن nearest 10 هون ل 71 هي 70 لأنه تنتهي ب 1. 46 يعني هي بين 40 و 50، بين ال 40 وال 50 النهاية تبعها هي 6، ونحن اتفقنا انه كل شيء فوق ال 5 بيكون ال nearest 10 هي الأكبر. بما انه ال 6 هي أكثر من 5 يعني ال nearest 10 مش 40 50. 93 هي بين ال 90 وال 100 هي 10 تنز، 10 عشرات. اوكي، وهي 9 عشرات. 93 بنطلع على النهايه تبعها هي 3 تحت الخمسه، تحت ال 5، يعني nearest 10 هي الاصغر. nearest 10 هي الاصغر مش الاكبر. 32 يعني هي بين 30 و40، الثانية اللي هي أكبر منها شوي، بين ال 30 وال 40، أي هي 10 أقرب عليها؟ 30 أو 40؟ مثل العادة بنطلع على النهاية هي 2، وال 2 هي less than 5، أصغر من 5، فإذا the nearest 10 هي الأصغر، هيدي هي the nearest 10. 24 هي بين 20 و30، النهاية تبعها هي 4 أصغر من 5، يعني nearest 10 هي الأصغر، nearest 10 هي 20، يعني بنقول تقريبا عندي 20 غرض، 20 books مثلا، يعني عم قدر، I'm estimating the nearest 10. 18 هي بين 10 و20، اوكي بين 10 و 20، النهاية تبعها هي 8، أكبر من 5، يعني nearest 10 هي الأكبر، nearest 10 هي 20. إذا كان عندي 18 كباية مثلا، في يقول أنا تقريبا في شي 20، ما بقول تقريبا في شي 10، لأنه nearest 10 هي الأكبر، ليش؟ لأنه 8 هي أكثر من 5. وآخر مثل معناه هو 79. 79 يعني هي بين 70 و80، النهاية تبعها هي 9 هي أكبر من 5، يعني nearest 10 هي الأكبر، 80 مش 70 80. بهيدي الطريقة نحن بنكون عملنا the nearest 10، عملنا estimation يعني تقديريا شو هو الرقم يلي لازم قوله إذا كان عندي عدد معين من الأغراض. بهيدي الطريقة فينا نعرفها، هي طريقة كتير سهلة، احفظوها واكتبوها عندكم وخليكن مستعدين معنا لحتى نروح سوا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. Fifty-eight rounded to the nearest tens is 50 or 60? 60. Very good. 81 rounded to the nearest tens is 80 or 90? 80.
Well done. 77 rounded to the nearest tens is 70 or 80. 80. Very good. وهلأ وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا لليوم. رح ننتقل أنا وياكم سوا على هيدي الصورة لأنه بدي إياكم أنتو تجربوا تعملوا estimation. تتذكروا هالكلمة؟ قلتلكم إياها من شوي، يعني تقدروا تقريباً قديش برأيكم في كوكيز، قطع من الحلوى بهيدا الوعاء، بهيدا الجار. أوكي؟ من دون ما تعدون، ما بدي إياكم تعدون 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، لا. بدنا نعمل estimation مثل ما قبل شوي كنت عم علمكم، منقول مثلا تقريبا في شي 30 وحدة، تقريبا في شي 50 وحدة، هيك يعني حطوا رقم. إذا أنتوا اطلعتوا وشفتوا إنه تقريبا في هالقد، أوكي؟ رح أعطيكم شوية وقت بس ما تعدون، لقوا نظرة هيك. أنا بقول في شي أنا بقول في شي 20 كوكي. شو بتقولوا؟ بدنا نعمل estimation. شوفوا السؤال بيقول estimate، اضرب الأول and then count how many cookies are in the jar. أول شي بدنا نجرب نقدر نعمل estimation، وبعدين and then count يعني منعد how many cookies، كم قطعة من الحلوى في بقلب هذا الوعاء in the jar. اوكي بعدين هون رح نكتب my estimate يعني الجاس تبعي قديش انا قدرت تقريبا، وبعدين لما عدهم رح نكتبهم هون. واكيد بتكون تساعدوني تنلاقي the nearest 10 مثل ما تعلمنا قبل شوي. اوكي انا قلت تقريبا في 20، انتو شو قلتوا؟ حدا قال 30 مثلا، 25، شو بتقولوا انتو؟ انا بقول في شي 20. طيب هلا جاهزين حتى نعدهم تنتاكد مثل ما قالوا لنا estimate. اول شي يعني انا عملت estimation، جربت انه اقدر تقديريا قديش في. هلا then count، هلا we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. My count العدد هو 16. يعني أنا قربت لما قلت 20 تقريبا أنا عرفت. أوكي يعني إذا بدي إياكم تقولوا لي أي 10 هي الأقرب ل 16؟ The nearest 10. 16 هي بين 10 و 20. بما إنه النهاية تبعها هي 6، 6 هي أكبر من 5، يعني the nearest 10 هي 20، يعني تقريباً فينا نقول تقريباً في شي 20 قطعة من الحلوى، مظبوط؟ هيدا هو لما نقول estimation. ونيرست 10 يعني العشرين، يعني العشرات اللي هن أقرب، لعدد العشرات اللي هو أقرب للنمبر يلي نحن عنا إياه. اتفقنا؟ فهمتون كتير منيح. فيكن أنتو إذا عندكن شي بالبيت فيه مثلا قطع من الحلوى أو كانديز مثل ما قبل شوي كنا عم نقول، أو مثلا أغراض لإلكن، أو حتى حجار هيك صغار يكونوا إذا حطيتون بوعاء، جربوا قولوا تقريبا في، حطوا عدد وبعدين عدوهم واعملوا شوفوا اذا زبطت معكم، واعملوا the nearest 10 مثل ما تعلمنا اليوم بحصتنا. اصدقائي حصتنا قربت انه تنتهي. انا بدي اياكم تكونوا دايما 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 عم تفهموا الاشياء اللي عم نتعلمها لانه رح تساعدكم اكيد، وبدي اياكم تطبقوها اذا انتم عم تلعبوا مع اخواتكم، مع رفقاتكم، مع اولاد الجيران. طبقوا هيدا الدروس على كتير اشياء من حولكم حتى ما تنسوها ابدا.
قبل ما ودعكم بدي أذكركم أنه نحن بمدرستي منحب أنه تتواصلوا معنا وتبعتوا لنا رسائلكم على صفحة الفيسبوك اللي عم تشوفوا العنوان تبعها قدامكم على الشاشة، يعني بتكبسوا www.facebook.com بتفوتوا على صفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز، وأكيد رح نكون كتير فرحانين أنه نستلم منكم الرسائل. وهلأ بدي ودعكم ورح أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة، انطروني وادرسوا كتير منيح. باي. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all? How many in all? The answer is the sum. Addition is to add numbers. Addition is to put